ما هو الراجح في حكم أطفال المشركين في الآخرة؟ طيب وفي الدنيا وش عندك في الدنيا وش أحكامه؟ طيب أطفال المشركين الذين لم يميزوا حكمهم في الدنيا حكم أبائهم إذا كانوا مشركين، بمعنى أننا لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا ندفنهم مع المسلمين. فإن كان أحد أبوي الطفل مسلما فهو إيش؟ فهو مسلم، فهو مسلم. وأما في الآخرة فالصحيح أن علمهم عند الله، وأن الله عز وجل يمتحنهم يوم القيامة بما شاء، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أعطيكم فائدة بالنسبة، الطفل بالنسبة لأبويه يتبع، لا بالنسبة لأبويه في الدين يتبع خيرهما، إن كان الأم مسلمة فهو مسلم، إن كان الأب مسلم فهو مسلم. في النسب يتبع الأب، ادعوهم لآبائهم. في الحرية والرق يتبع أمه، يعني لو تزوج الحر أمة فأولاده أرقاء مملوكين لمالك الأم. طيب في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة يتبع أخبثهما. فلو نزع الحمار على فرس أنثى الخيل وأتت بولد، فالولد نجس حرام. فالقواعد الآن كم؟ أربع. في الدين يتبع الأخ، طيب وفي النسب يتبع الأخ الأب، وفي الحرية الأم، وفي الطهارة والنجاسة والحل والحرمة أخبثهما. نعم الأخيرة ضربت لك مثلا، لو أن الحمار نزع على فرس وولدت فما تلده حرام النجس كأبيه الذي هو الحمار. نعم.